نبدأه بقضية اتحاد العاصمة، ولكن سنتحدث عن أقمصة المنتخب المغربي للفتيات أقل من 17 سنة. تعلمون بأنه لعب اليوم أمام المنتخب الجزائري النسوي لأقل من 17 سنة مباراة الذهاب في إطار التصفيات المؤهلة لنهايات كأس العالم القادمة. كنا قد أطلقنا تحديا منذ قرابة 10 أيام أو 15 يوما، قلنا بأننا نتحدى الإخوة في المغرب إن كانوا يتجرؤون أو يجرؤون على وضع الخريطة الوهمية على قميص المنتخب المغربي عندما تتعلق أو يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الفيفا وتشرف عليها الفيفا. اليد الطويلة للمغاربة في الكاف ليست موجودة في الفيفا، لذلك آثار هذه المرة العودة إلى العقل، العودة إلى المنطق، العودة إلى القميص الأصلي وعدم وضع الخريطة الوهمية. يميد هل للفيفا قوانينها وللكاف قوانينها؟ ولماذا يتخبط الإخوة في المغرب؟ تارة يضعون الخريطة عندما يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الكاف، طبعا الأمور معروفة، ذراعهم طويلة هناك، بينما يخضعون وينزعون تلك الخريطة الوهمية عندما يتعلق الأمر بمنافسة تنظمها الفيفا. نعم أكيد. لا اليوم لما تشوف المنافسات اللي تنظمها الفيفا، الفيفا في قوانينها لا لين ديس تخوا لين سيس اللي تقول لك يمنع من عام باتا حمل لي سلوغون بوليتيك تيريتوار او سكي روسومبل دان بيي تو، يعني خريطه ولا حدود ولا هادشي ممنوع في القانون 10-3. دونك سي لا لوا ديس تخوا لين سيس اللي تقول لك هادشي ممنوع. لذلك اليوم هو مجرد سير في فلك الفيفا، لانه الفيفا هي اللي تحكم. الفيفا كل قوانين المنظمة والمشرعة لكرة القدم في العالم أجمع تصيغها الفيفا عن طريق لجنتها القانونية المنظمة للمنافسات. بينما في الكاف اتحاد قاري يعتقد بأنه أكبر من الفيفا، ويسير ربما بالنسبة لهم يسيرون بقوانين تسير حسب الأهواء وحسب اليد الطويلة وحسب النفوذ. مباراة بركان أمام اتحاد العاصمة واللعب بخارطة المغرب الوهمية، سيتي جوست الخارطة تاع المغرب على العين والراس، يعني كما يقول لك تلعب خارطة، لكن فيها خارطة هذيك الجميع يعرف بلي فيها اعتداء على الدولة أخرى اللي هي الصحراء الغربية اللي هي محل تصفية استعمار منذ سنة 1975. يعني هنا فيه اعتداء صارخ على الأمم المتحدة وشغل على كل حال. دوك لا نشوفوا نعيشوا في عالم ما فيهش قوانين وكأنه قانون الغاب. لكن الاتحاد الإفريقي يعتقد بأنه في حرج كبير في قضية اتحاد العاصمة أمام مساءلات الطاس، لأنه الطاس تحكم بالقوانين ولا تحكم بالنفوذ. قانون واضح وكل شيء واضح من الأول، كان عليهم أن لا يقبلوا تلك القمصان. قبلت تلك القمصان لعبوا بها في دول أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا، لكن لما تعلق الأمر بالجزائر، الجزائر رفضت دخول تلك القمصان. شيء الأكيد لبعض التسريبات التي خرجت هذا الأسبوع حول قضية اتحاد العاصمة فيه تعتيم شوية حتى من إدارة اتحاد العاصمة، لا يريدون الحديث كثيرا، ربما هذا من حقهم لأنه قضية شائكة ومشي كل سمانة تقعد انت ومشي كل يوم دير بيان كل يوم تهدر نو ام يخدموا سور اون فاي دو روت لي افيك دي زافوكا اترونجي اللي راهم مستكلفين بالقضيه على مستوى الطاس. العاده لا داعي للحديث كل يوم، يعني تحدث لما يكون فيه امر. انا نفهمهم شويه دان كوتي، انك ماشي مليح تتحدث كل يوم وتتحدث لما يكون فيه جديد، وليس كل يوم تضع بيان القضيه صرا كذا القضيه صرا كذا، كل شيء في ستر. وان شاء الله الطاس راح تحكم لمصلحه اتحاد العاصمه بالعوده الى القوانين المنظمه والمشرعه للمنافسات الدوليه في الاتحاد الدولي. لكن من الجانب المغربي التراجع في الفيفا لا يمكن ان تلعب بخارطه، القانون واضح ووضوح الشمس. لذلك اليوم هو عوده الى الرشد. حتى القوانين في الكاف واضحة، قانون رقم 49 ولكن المنافسات هي الذراع الطويلة للمغاربة داخل الكاف هي التي مكنتهم من أخذ موافقة الكاف على هذه الأقمصة. نعم القانون واضح، القانون الارتيكل 49 المنظم للمنافسات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمنع النفس، وكأنه هو استنساخ لالوا ديس تخوا لينيسيس اللي تقول لي التي صدرت في 22 جوان 2022. ولما صدر هذا القانون كاين قانون يصدر في الفيفا يبدأ العمل به زعما يقولوا الموسم المقبل، كاين قانون اكزيكيوشن ايمينونت يعني في الحين. لما صدر هذاك القانون
الفيفا كان اصدر لما اصدر هذاك القانون كانت فيه بين قوسين يعني بدايه العمل بهذا القانون منذ تاريخ صدوره اللي هو 22 جوان 2022. نتمنى ان تاخذ الطاس ان تصدر الطاس حكم نهائي لمصلحه اتحاد العاصمه. الاحكام التي تصدر من الطاس غير قابلة للطعن، يعني هو قرار نهائي. الصيغة التي ستصدر بها الطاس الأحكام لا نعرف كيف سيكون الحكم، لكن فيه ربما بشائر بأنه الحكم سيكون لمصلحة اتحاد العاصمة. أما إسماعيل جليد، بدون شك تابعت ما حدث في هذه القضية، ما هو تعليقك الأولي عليها؟ بطبيعة الحال تابعتها بكل اهتمام، لأنه تمس السيادة الوطنية، وقلت عدة مرات الجزائر خط أحمر. نعم. والأولويات تعود إلى السيادة الوطنية. من مبادئ الفيفا ومن قوانين الفيفا لا علاقة للسياسة بالرياضة. نعم. والسياسة يجب تكون منفصلة عن الرياضة، هذه من القوانين. ميدو قال فيما يخص الكاف، أنا بالنسبة للكاف وعضو في الفيفا لازم يحترم قوانين ومبادئ الفيفا، هذه من جهة. من جهة الطاس، المحكمة الدولية للرياضة ومحكمة التريبيونال الأربيترال، أنا عندي ثقة لأني عايش في سويسرا وعندي أصدقاء محامين يعملوا على مستوى لوتاس التريبيونال الأربيترال، ثقتي كبيرة جدا في هذه المحكمة، وراح يفصلوا بكل حيادية وبكل موضوعية، وراني تاك 100% الحل إن شاء الله يكون الحكم صحيح ويكون نعم. اتجاه جانب إن شاء الله الجزائر. تطبق القوانين فقط، ومن لديه حق يأخذه، لا نريد غير حقنا. أمين، يبدو أن نيران ميدو واللاعب الدولي المصري السابق قد أصابت لقجع الذي هرول إلى الإخوة في مصر طالبا العون والمدد. الرجل ظهر منبطحا أمام الإعلام المصري وهو يعدد في إنجازات الأهلي، وكأنه أتى بالجديد، وكأنه أتى بما لم يأتي به الأولون. معروف بأنه الأهلي ونادي القرن في إفريقيا، بأنه أفضل نادي في إفريقيا. لماذا هذه الخرجة الإعلامية في هذا الوقت بالضبط؟ ماذا يريد لقجع من الإخوة في مصر، ولماذا يريد أن يقحمهم في الصراع الذي يجمعه مع شرفاء إفريقيا؟ قلتها، نبدأ من آخر كلمة قلتها، هناك أصوات بدأت تتعالى، أصوات الحق بدأت تتعالى في مختلف أرجاء القارة الإفريقية. الأصوات المعارضة للفساد الذي ينخر جسد الكاف والذي يقوده المغربي لقجع، لذلك شعر بالخطر. الآن عليه أن يخرج من منطقته من أجل أن يهاجم كوسيلة للدفاع عن نفسه. يجب أن يقوم ببعض الحركات البهلوانية إن صح التعبير، مثل خرجته على قناة أون سبورت وحواره الذي تحدث فيه كثيرا عن كرة القدم المصرية في هذا الوقت بالذات، بعد هجوم ميدو على الكاف. أمر واضح، الآن يريد أن ينال بعض. هل يريد تبيين صورته؟ أكيد يريد أن يستميل المصريين، وسيقوم بهذه الخطوة مع العديد من البلدان الأخرى. ترقب فقط الأيام القليلة المقبلة.